شركة ألبا تقوم بإنتاج المادة الخام من الحرير كما تشوفوا هون لي كوكون دو سوا، وقوموا بتحويلها بطريقة 100% طبيعية وإيكولوجية، ونقوموا بصنع دي زوبجي دو ديكوراسيون من مادة اللي احنا ابتكرناها وطورناها لمدة اكثر من عامين. بعد ما قام دودة الحرير بإنتاجه، دودة الحرير تقوم بإنتاج ما بين كيلومتر ونص إلى 2 كيلومتر من الخيط في شرنقة واحدة، وتقوم بتحويل نفسها إلى كون أبيل لا كريزاليد اللي هي اون فورم دو ترانسفورماسيون اللي تحضر روحها للدورمانس باش تتحول من بعد إلى فراشات. هذوما لي كوكون دو فيراسوا، دودة الحرير، شنقة نتاع دودة الحرير، في عوض ما نخرجوا من الخيط، نحن في شركة ألبا طورنا طريقة جديدة لتحويلها، قمنا بتحويلها الماتيير جديدة سميناها اون دونتيل دو سوا، ارتيزانال 100% مخدومة باليد، دونك طورنا دي موديل دو ديكوراسيون، مثلا لي زباجور هذوما، هما دي زباجور مخدومين بالحرير، طريقة إيكولوجية طبيعية. فات اللي انت تصنع ماتير نوبل بعد القوه في المشروع خاصه البا هوني، انه لو بروسيس دو ترانسفورماسيون اول حاجه غير مضر بالطبيعه، ايكولوجي 100%، خاطر باش تخرج الخيط من الكوكون كيما هكا لازمك اون اندستري، اول حاجه تستهلك برشا طاقه، تلوث الطبيعه، وتمر على الاقل باربع ولا خمسه بلدان مختلفه حتى تخلط لوتيساج دو تيسو فينال.